بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سعدنا أمر وادي أن أكون معكم اليوم اللقاء السادس من مادة القانون الدولي مع التعمق لأستاذنا الدكتور رمزي طه الشاعر من مقرر المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، والنهارده هنتكلم عن الاستثناءات من قاعدة عدم المسؤولية، ومعانا الدكتور محمد عبد العزيز. اتفضل دكتور محمد. النهارده باذن الله هنتكلم عن استثناءات من قاعده عدم المسؤوليه. استثناءات من قاعده عدم المسؤوليه هي ايه؟ ايه هي القاعده العامه في الموضوع ده كله؟ القاعده العامه هي عدم مسؤوليه الدوله عن اعمال القضاء. عن اعمال القضاء. لكن في قاعده اخرى ثانيه، ايه القاعده الثانيه؟ مسؤوليه الدوله عن اعمالها الاداريه. فاحنا بنتكلم بمسؤوليه الدوله عن ايه؟ عدم مسؤوليه الدوله عن اعمال القضاء. كويس؟ هنا المشرع المصري والمشرع الفرنسي الاثنين حطوا بعض الاستثناءات على قاعده ايه؟ عدم مسؤوليه اعمال السلطه القضائيه. في سنه 72 في فرنسا عمل قاعده مسؤوليه الدوله عن اعمال السلطه القضائيه في حاله ايه؟ ثلاث نقط. في حالات معينه. الخطا الجسيم وإنقاذ العدالة وسؤال الرجال للقضاء عن أخطائهم الشخصية. ده إمتى؟ في سنة 72. طب فرنسا. في مصر هنا اتعمل دستور اللي هو المعدل، دستور بتاع 2012 اللي هو تعدل ل 2014. في مادة معينة اللي هي رقم 54 قالت لك إيه؟ التعويض عن بعض الأعمال القضائية. دي كمقدمة كده عن إيه؟ أعمال إيه؟ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. طب نيجي نتكلم هنا على الاستثناءات. في مبحثين هنبدأ نتكلم عنهم. استثناءات تشريعية واستثناءات اللي هو قررها القضاء. هنتكلم في الاستثناءات التشريعية اللي هم بينقسموا إلى ثلاث مطالب. أول مطلب مسؤولية الدولة في حالة براءة المحكوم عليه بحكم قضائي. وده اللي احنا إن شاء الله هنتكلم فيه النهارده. لأن الاثنين التانيين بتاع المخاصمة وبتاع الحبس الاحتياطي. هنبدأ أول حاجة مسؤولية الدولة في حالة براءة المحكوم عليه بحكم قضائي. ده عندنا أربع طفرة بتنقسم هذا المبحث إلى أربع فروع. إيه الأربع فروع دول؟ نتكلم في كل فرع على حدة. كل فرع هنبدأ نتكلم فيه على حدة. أول فرع من الفروع دول هو إيه؟ الأحكام القابلة لإعادة النظر. دي رقم فرع الأولاني. الفرع الثاني حالات أو أوجه طلب إعادة النظر. الفرع الثالث من يجوز لهم طلب إعادة النظر وإجراءات تقديمه. الفرع الأخير أثر الحكم الصادر في طلب إعادة النظر. يبقى عندنا هنا أربع فروع في المبحث اللي احنا بنتكلم عليه، لو مسؤول الدولة في حالة براءة المحكوم عليه بحكم قضائي. عندنا أربع فروع. نبدأ نتكلم على كل فرع لوحده. الفرع الأولاني اللي هو الأحكام الإيه؟ القابلة لإعادة النظر. الفرع ده بينقسم إلى أربع أقسام أو أربع فرع، بيقلل إلى أربع فروع. كويس؟ نتكلم في فرع. فأول حاجة نتكلم فيها الأحكام القابلة لإعادة النظر. أول حاجة في الأحكام القابلة لإعادة النظر، واحد، أن يكون الحكم باتا. هنا يجب أن يكون الحكم بات. يعني إيه الحكم بات هنا؟ يعني استنفذ جميع طرق الطعن. المعارضة، استثناء القاعدة، النقد. جميع طرق الطعن دول، الحكم ده خلاص. الحكم ده استنفذ جميع الطرق الطعن واصبح حائزا قوه الشيء المجدي به. يبقى اول حاجه يجب ان يكون الحكم بات، اي استنفذ جميع طرق الطعن. معارضه، طعن في الاستثناء، استئناف، طعن في النظر. خلاص. ولا يشترط هنا، لا يشترط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من اي محكمه. حكم ده صدر من اي محكمه ما تفرقش معاك. كويس. هنا في حكم عندنا
حكم نهائي وحكم بات، نهائي بات يعني حكم جميع طرق طعن فيه، او في حكم نهائي اتحكم بيه، حكم نهائي اتحكم بيه. بس في نقطه، الحكم دون هل يجوز اعاده النظر في حكم نهائي بتوفيق معاد الطعن؟ يعني هنا كان في حكم فوتنا معاد الطعن، ما طعنش فيه بمعنى اصح، ما طعنش فيه، يعني الحكم صار نهائي، ما فيش، الراجل ما طعنش فيه، حكم اتمشي والراجل ما طعنش فيه، او صدر من محكمه جزئيه، او سقوط العقوبه بالتقادم. كويس. طب نيجي الحاجات دي كلها، هل في النقطه اللي احنا قلنا عليها دول يصدر اعاده نظر في هذه الاحكام؟ نعم، يبقى ممكن اعاده النظر في الحكم اللي هو الحكم النهائي، حكم نهائي بتوفيد معاد الطعن، مفيش معاد الطعن فات عليه، دي حاجه بحكم نهائي صدر من محكمه جزئيه او سقوط العقوبه والتقادم، الثلاثه دول ممكن يعمل ايه تاني؟ اعاده النظر فيه، اعاده النظر فيه. ولكن اذا صدر عفو شامل لا يجوز اعاده النظر فيه، ان العفو الشامل عارفين ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى لامم كله. طيب تاني نقطه، ان يكون الحكم صادر بالادانه، يعني ايه؟ لازم الحكم ده يكون صادر بعقوبه، لازم الحكم يكون صادر بعقوبه. كويس. اي حكم صادر في البراءه هنا لا يقبل فيه، حتى يعني صادر بعقوبه، حتى العقوبه دي لو كانت غرامه، العقوبه دي حكم صادر بعقوبه، لو كانت العقوبه غرامه او المتهم تحت مراقبه البوليس، الاثنين اهو، براءه او براءه او تحت مراقبه البوليس. كويس. يبقى هنا لازم تكون في ادانه، يبقى هنا اعاده طلب النظر موجوده فيه. ثالث حاجه، الحكم يكون صادر في جنايه او جنحه، ما ينفعش في مخالفه، وتكون الجنايه والجنحه دول الحكم فيهم ايه؟ الحكم بعقوبه، الحكم يكون في عقوبه. لكن المخالفه هنا هل يكون في اعاده نظر؟ لا. يبقى هنا الحكم صادر في جنايه وجنحه ولا يقبل في المخالفات، والمخالفه دي لو كانت حد شوف لو كان فيها عقوبه تبعيه او تكميليه، يعني ايه؟ يعني غلق ومصادره، كان ده كله برضه ما فيش ايه هنا، فيش اي اعاده طلب النظر فيها في المخالفات بالذات. لكن في نقطه هنا، انا عندي هنا وقعه، الوقعه دي جنحه، فيها القاضي حكم فيها كمخالفه، حكم فيها اعتبرها مخالفه، يعني القاضي هنا اعتبر هذه الجريمه مخالفه، بس هي جنحه اعتبرها مخالفه، هل يقبل فيها طلب اعاده النظر؟ لا يقبل فيها طلب اعاده النظر، لان قلنا المخالفات لا يقبل فيها طلب اعاده النظر، يا جنحه يا جنايه. كويس. اربعه، يجوز ان يصدر الحكم من اي محكمه. كويس. الحكم الجنائي ده لا يصدر من اي محكمه، ما فيش معاه اي محكمه عاديه، محكمه استئنافيه، كويس، لازم الحكم يصدر من اي محكمه. الحق اللي هنا في فرنسا صدر حكم من محكمه عسكريه وعمل فيه اعاده نظر، المشرع المصري عندنا هنا عمل اعاده النظر، المشرع المصري عندنا في التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس إيه؟ العسكرية، سواء الجريمة من جرائم القانون العام أو القانون العسكري. يعني كانت الجريمة بين القانون العام أو القانون العسكري. يبقى إحنا كده اتكلمنا على إيه؟ الأحكام القابلة لإعادة النظر. أول حاجة يجب أن يكون بالحكم بات، يعني كل طرق الطعن خلصت منه. حكم بات. تاني حاجة، حكم يكون صادر بالإدانة أي صادر بعقوبة. ثالث حاجة، يكون الحكم في جناية أو جنحة ما تكونش مخالفة. رابع حاجة، يقول نزل الحكم الجنائي من أي محكمة، محكمة عادية، محكمة استئنافية، أي محكمة. طب دول الأربع نقط اللي إحنا إيه؟ هي الأحكام القابلة لإعادة النظر.
نيجي لما ايه للفرع الثاني. الفرع الثاني بيقول ايه؟ حالات او اوجه طلب اعاده النظر. حالات او اوجه طلب اعاده النظر. اولا وجود المبني عليه المزعوم قتله. انت هنا واحد اتقتل والراجل حكم عليه وبس، لقيت الراجل اللي اتقتل ده موجود على قيد الحياه، موجود على قيد الحياه، يبقى حق المحكوم عليه طلب اعاده النظر. ليه؟ الراجل موجود على قيد الحياه، يبقى كده من حق المحكوم عليه بالطلب اعاده النظر. دي رقم واحد. كويس. القتل هنا بيقول ايه؟ اما قتل عمد، اما بالاهمال، اما بالضرب افضى الى الموت. ضرب افضى الى الموت. هنا في اختلاف بين القانون الفرنسي، المشرع الفرنسي والمشرع المصري. المشرع الفرنسي قال ايه في الحته دي والمشرع المصري قال ايه؟ المشرع الفرنسي قال لك نقدم اولاد أولئك هادمة، استدل منها الأوراق دي على بقوع على قيد الحياة. يعني نجيب أوراق مثلا من السجل المدني، من أي حاجة، نحن نستدل على إن هذا الرجل على قيد الحياة. لا يجوز، لا يجوز هنا إيه؟ وجود المزعوم قتله. يعني ما خدوش كده وقف قدام المحكمة، لا، أنا أجيب أوراق تثبت إن الرجل ده موجود على قيد الحياة. وساعة طلب إعادة النظر هجيب أوراق وأقدمها. ده القانون الفرنسي، ده القانون الفرنسي. لكن نيجي هنا المصري قال لك لا، نجيب الراجل اللي هو مجني عليه ده اللي هو طلع على قيد الحياة ووقفه قدامنا كده حي، مفيش حاجة اسمها تقديم مستندات والراجل موهر. لا، هناخده ونوقفه قدام المحكمة. وساعة مستتحات، وساعة ما يكون أمام المحكمة في عادة النظر يكون هذا الشخص اللي هو إيه؟ اللي هو قال لك إن إحنا قتل، إن هو اتقتل، إن هو حي، لازم يقف قدام إيه؟ قدام المحكمة. يبقى الشخص لازم يكون موجود قدام المحكمة. وده احتراما للقانون، ده احترام للقانون. يبقى في فرنسا الراجل غير موجود، بيقدموا ورق استدلالات عليه إن هو موجود وكلام من. في مصر لازم يكون هذا الشخص اللي هو المبنى عليه يكون موجود امام المحكمه، يكون موجود امام المحكمه. طيب رقم اثنين، صدور حكمين متناقضين. كويسه قوي. صدور حكمين متناقضين يعني ايه صدور حكمين متناقضين؟ في واقعه معينه حدثت، صدر حكم على شخص بالحبس مثلا، فهذه الواقعه، فهذه الواقع جه شخص تاني وصادر عليه حكم تاني في نفس الواقع، يبقى الواقع واحدة والمحكوم عليهم شخصين فرضين وليس شخص واحد. شخص الأولاني اتحكم عليه في نفس الواقع والشخص التاني اتحكم عليه في الواقع نفسها. يبقى الشخص الأولاني من حقه أن يقوم بإعادة النظر، هو الأولاني من حقه يعمل طلب التماس بإعادة النظر، ده الأولاني. أهم شيء عندنا هنا لازم يكون الحكمين هذا معا قوة الشيء المقضي به، وتكون الواقعة واحدة في الحكمين. الواقعة هنا واحدة، الجريمة واحدة في الحكمين، بس أهم شيء إن هما إيه؟ شخصين. زي ما هقول دلوقتي، حكم على شخص بجريمة معينة ثم اعترف شخص آخر إن هو إيه؟ هو اللي قام بنفس الجريمة، شخص تاني، يبقى هي جريمة واحدة، جريمة واحدة حكم عليها بيها. الشخص التاني مش قال لك ايه؟ لا، ده اللي قمت بالجريمة دي. كويس. يبقى هنا في نفس الوقت ده الاولاني اللي هو اتحكم عليه في الاول المفروض يطلع براءة، ده المفروض، المفروض ياخد براءة، لان طلع الطرف التاني اعترف. دول حكمين متناقضين، التاني هطلب بالايه؟ بالحكم. ماشي. يبقى الحكمين صادرين ضد شخصين وليس ضد شخص واحد. ولازم هنا مفيش طلب إعادة النظر إلا إذا كان الحكم، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة، لازم يصدر حكم بالإدانة، حكم نهائي.
عشان يعمل طلب إعادة نظر لازم فيه حكم نهائي. طب ثلاثة، الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو ورقة مزورة أو ورقة مزورة واتحكم على شخص معين بعقوبة معينة، من حق هذا الشخص من حقه أن يقوم بطلب إعادة النظر، بالالتباس بطلب إعادة النظر. طب ماشي، هنا هل الورقة دي أو حكم الزور أثر على الحكم؟ أو أثر على الحكم؟ أثر على الحكم، فده أثر على الحكم بيطلب بطلب إعادة النظر. ولكن إذا كان هذا الشهود الزور والتزوير ليس لهم تأثير على الحكم، ليس للمحكوم عليه أن يطلب بالتماس إعادة النظر. ليه؟ الشهادة بتاعتكم والورق المزور بتبصرش على حكم القاضي، لأن القاضي هنا حط في دلائل أخرى عنده هي اللي حكم بيها، ما حكمش بشهادة الزور أو الورقة المزورة. لكن لو حكم بشهادة الزور والورقة المزورة، من حق المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر، بالتماس إعادة النظر. ماشي، ولازم يكون هنا عشان يقبل التماس لازم يكون الحكم باتا، اي حكم نهائي، لازم الحكم هنا يكون ايه؟ نهائي وقت طلب اعاده النظر. خلاص. طب نكمل اربعه، استناد حكم الادانه الى حكم تم الغاء. يعني ايه حكم تم الغاء؟ نتكلم هنا في حكم صدر من محكمه مدنيه، محكمه احوال شخصيه، اي محكمه، والغي الحكم ده اتلغى. هنا اللي صدر له الحكم من حقه طلب التماس اعاده النظر، لازم يعمل طلب التماس. ليه؟ اللي صدر ضده الحكم. ماشي. طب هنا فصلت محكمه القضاء الاداري فين؟ في صفه موظف عام. محكمه القضاء الاداري عملت ايه؟ فصلت في ايه؟ صفه موظف العام. جاز طلب اعاده النظر في الحكم الجنائي المبني على توافر هذه الصفه إذا ألغي الحكم الإداري. يعني هنا الراجل ده قضاء إداري حكم فيه خلاص واتلغى الحكم، من حقه هنا قضاء الجنائي الثاني يعملوا شغل؟ لا، من حق هذا الموظف اللي يعمل إيه؟ طلب إعادة النظر. لأي حكم واتلغى خلاص خلصنا منه. ماشي، جاز لمن صدر إيه هذا الحكم أن يطلب إعادة النظر، صدر الحكم. نيجي هنا ظهور واقعة خمسة بقى، ظهور واقعة أو تقديم مستند. بعد الحكم ظهر بعد الحكم هنا وقائع جديدة ومستندات جديدة وشغل تاني. طيب دي ما كانتش معلومة للمحكمة، الحاجات دي المستندات دي بعد الحكم ما كانتش معلومة للمحكمة. بس هنا المستندات اللي حصلت دي المفروض في مستندات وفي أوراق وفي دلائل وفي حاجات تعمل إيه الحاجات دي؟ تثبت براءة المتهم، تثبت براءة المتهم، براءة المحكوم عليه، براءة المحكوم عليه. يبقى ده من حقه يعمل ايه؟ طلب إعادة النظر. زي ايه؟ الحاجات اللي ظهرت دي زي ايه؟ اللي قاعد نتكلم عليها. ممكن يكون ساعة ما عمل الجريمة كان عنده عاهة مستديمة، مصاب بعاهة. بعاهة في عقله، عقله تعب، عمل الجريمة، أدي رقم واحد. ممكن يكون كان محبوس وقت ارتكاب الجريمة. كان محبوس يبقى ما ارتكبش جريمة. أو مثلا عثر على الشيء المسروق، أو عثر على سر الأمانة اللي كان عليه. الحاجات دي كلها جمع موجودة، ودي إيه؟ دي كل ده موجود ورجعه تاني، يبقى أنا في طلب إعادة نظر. ماشي؟ طب لو الأوراق دي، ده أهم شيء يكون إيه؟ الأوراق هذه غير معلومة ومجهولة بالنسبة للمتهم وبالنسبة للمحكمة. لو كانت الحاجات دي معلومة للمتهم وهو مش عاوز يقدمها للمحكمة، يبقى ليس من حقه أن يعمل التماس إعادة نظر. ماشي؟ خلاص. لكن هذه الأوراق بتتقدم للمحكمة لأنه ما عرفش عنها حاجة وما تعرفش عنها حاجة، يبقى هنا ليه؟ والأوراق دي هتطلعوا براءة، لازم تكون هتطلعوا براءة عشان يعمل التماس إعادة النظر، عشان يعمل التماس إعادة النظر. يبقى هنا الواقعة الجديدة دي بتورد، يعني تكون الفرنسي قال لك هنا
الاوراق دي ومسندات تؤدي الى براءه المتهم، خلاص يبقى احنا نعمل اجتماع ايه؟ ده شرط اخذ كونفرنس، لكن الشرط ده اتعدل بعد كده. الشرط ده في كونفرنس اتعدل، اتعدل ازاي؟ قال لك الواقعه الكديره دي لحتى لو فيها شك ويقدمها، لان احنا عارفين لو في شك في الحكم، شك في الورق، شك في بتاع، ممكن ناخد برضه يبقى في حكم في براءه. يبقى في حكم براءه المحكوم عليه. نيجي للفرع الثالث. يبقى احنا اتكلمنا في الفرع الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو الاحكام القابله لعاده النظر. الفرع الثاني حالات او اوجه طلب عاده النظر. الفرع الثالث اللي هنتكلم فيه دلوقتي من يجوز لهم طلب اعاده النظر والتجربه. مين اللي بيجوز له هنا طلب اعاده النظر؟ اول حاجه فيها تحديد من لهم حق طلب اعاده النظر. اللي لهم حق طلب اعاده النظر. ماشي. اول حاجه في مصر هنا النائب العام، وفي فرنسا وزير العدل. كويس. واللي يطلب منه واللي هم مطلوب منهم اللي هم بيحدد لهم حق بعد نزل هم مين؟ المحكوم عليه او من يمثله قانونا. ده اذا كان عديم من الاهليه او مفهوم او اقاربه او زوجاته بعد موته، كل دول لهم طلب حق ايه؟ اعاده النظر. بالنسبه لوزير العدل او النائب العام سواء من تلقاء نفسهم او بناء على طلب ايه؟ اصحاب الشأن. حاجات بتتقدم لهم هم وبيقوموا يعملوا طلب اعاده نظر. رقم اثنين ميعاد تقديم طلب اعاده نظر. ملوش ميعاد. ملوش ميعاد. مفيش مواعيد معينه في طلب ايه؟ اعاده تقديم ايه؟ اعاده نظر. بالنسبه لمصر او فرنسا الاثنين مفيش ميعاد. وعلم هنا ما بيسقطش الحق، ما بيسقطش الحق فين؟ في تقديمه ومضي مده معينه، مفيش مده معينه، هنا ما بيسقطش حقك في طلب اعاده النظر. في مده معينه؟ لا مفيش مده معينه. انت بتعمل طلب اعاده النظر في اي وقت بتقدمه. طلب اعاده في اي وقت بتروح مقدمه بيتقبل على طول. بيتقبل امتى؟ لو هنتكلم قدام شهر على طول بسرعتي، لو النائب العام خده وحقق فيه وشافه يبقى في ايه؟ هيتقدم عادي. رفض طلب اعاده النظر هنا. رفض طلب اعاده النظر. يوم تقديمه مره اخرى استنادا الى ايه بقى؟ استنادا الى وقائع جديده لم تكن مطلوبه بطلب الصبر. يعني اول طلب نزل اترفض، ممكن تقدمه تاني بس تقدمه ايه؟ يكون في وقائع جديده لم تكن موجوده في الطلب الاولاني مثلا او مطروحه بالطلب الاولاني. طيب اجراءات تقديم طلب اعاده النظر، ايه اجراءات تقديمه بقى؟ هنا فرق المشرع المصري بين صورتين من صور اعاده النظر لتحديد صاحب الحق في طلب اعاده النظر. طب هنا الطعن اللي هو بيقدم او بيطعن او غير النيابه العامه بيعمل ايه؟ بيروح جايب ايه؟ الطلب يقدمه للنائب العام. عريضه يبين فيها الحكم المطلوب بعد النظر فيه، الوجه المستند اليه، المستندات ايه؟ المؤيده له. النائب العام بياخد الطلب ويحقق فيه ويروح مديه فين؟ يوديه محكمه النقض. النائب العام بياخد الطلب ويحقق فيه ويروح موديه لمحكمه النقض. وفي نفس الوقت يبين رايه في الطلب، ايه رايه في الطلب؟ في كذا كذا. الطلب بيرفع على المحكمه خلال 3 اشهر من تقديمه. الطلب اللي اتاخد ده العريضه اللي اتاخد ديا والنائب العام حقق فيها وقال رايه فيها بيتقدم لمين؟ محكمه النقض. خلال ايه؟ 3 اشهر من تقديم الطلب بتاع اللي انت قدمته. طيب هنا لا يقبل النائب العام طلب اعاده النظر الا اذا ايه؟ أودع الطالب 5 جنيه. لازم تحط 5 جنيه كفالة تخصص، هي اسمها كده 5 جنيه كفالة تخصص. ماشي. الطلب جه للنائب العام. الطلب ده جه وما لقاش فيه جدية، عدم جدية. مش هبص للطلب بتاعه، مفيش عدم جدية في الطلب ده، مش هبص له، مش هلتفت له خالص. النائب العام بيجي يرفع الطلب مع التحقيقات إلى لجنة مشكلة. في لجنة بتتشكل، النائب العام بياخد الطلب والتحقيقات اللي عملها بيروح مديها للجنه اللي هي. ماشي؟ ده طبقا الماده 443 اللي هي معدل بقانون 1962. بتفصل اللجنه في الطلب بعد الاطلاع على ايه؟ على الاوراق. على الاوراق. طيب وتؤمر بحالته الى محكمه النقض. اللجنه دي بعد ما تخلص وتحقق فيه وتشوفه بتروح واخداه كده وتروح مديها فين؟ لمحكمة النقد.
ده اذا رأت قبوله وتعمل اللجنه هنا بتيجي تروح قايله للخصوم مثلا او تعلن للخصوم الجلسه اللي تتحدد ايه النظر للطلب امام محكمه الموت. تقول لهم الجلسه مثلا اللي بتحددها قبل الانعقاد بثلاث ايام على الاقل. قبل انعقاد الايه؟ انعقاد الجلسه بثلاث ايام على الاقل. ولا ترتب على الطلب ايه؟ ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادر بالاعدام. اي حكم يقف اشتغل يبقى الحكم ماشي، لان ايه؟ لو قلنا في اعاده النظر بيكون الحكم ايه؟ بات يعني نهائي. اي حكم يبقى شغال عادي الا حاجه واحده، لو كان في حكم اعدام ده اللي يقف. في حكم اعدام يقف ما بتعدمش الا لما ايه؟ في طلب اعاده نظر. شوف طلب اعاده النظر بتاعه ماشي. نيجي لاخر حاجه الفرع الرابع، وده اخر فرع عندنا في الاستثناءات اللي هو ايه؟ اثر الحكم الصادر في طلب اعاده النظر. ايه اثر الحكم الصادر؟ اذا ثبت لمحكمه النقد هنا وجود خطا قضائي تحكم بقبول طلب اعاده النظر. محكمه النقد هنا ثبت لها ان هنا في وجود خطا قضائي في الساعه دي بسرعه كده بتقوم عامله ايه؟ بتحكم بايه؟ بقبول طلب ايه؟ اعاده النظر. والوجه هنا مبني على هو ايه؟ براءة المتهم. الوجه النهائي براءة المتهم. تحكم مع قبول الطلب بالبراءة. ليه؟ ما هو انا في هنا في خطأ قضائي. بتيجي محكمة النقض بتحمد مديها الراجل ده براءة. مع ايه؟ مع ان هي بتاخد منه طلب إعادة النظر. كمان تاخد منه طلب إعادة نظر، فتجبر المحكمة بتقعد قبول الطلب مع البراءة الاثنين مع بعض، وإلا تلغي الحكم. الساعة دي ممكن تلغي الحكم اللي اتحكم بيه، لأن لو قلنا الحكم ده إيه؟ في خطأ قضائي. تلغي الحكم وتحيل الدعوة إلى محكمة الموضوع اللي هي أصدرته في الأول، مع إيه؟ تغيير القضاء، مش نفس القضاء، تغير هنا إيه؟ القضاء، مع القضاء خلي. ماشي؟ بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النظر. هنا موضوع الدعوة بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النظر يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة. لو قلنا الطلب الأولاني هو إيه؟ في إيه؟ في شغل اللي هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم خطأ قضائي يحكم ببراءة، وطلب إعادة النظر بتقبل منه تمام وياخد براءة الراجل ده خلص منه. والدعوة بتروح لمحكمة الموضوع اللي هي حكمت فيه بالأول، اللي هي حكمت فيه بتجعلها تاني الموضوع، وتبدا تبدا هي ايه؟ المحكمه تبدا تشتغل مع مش نفس القضاء، مع قضاء ايه؟ اخر غير القضاء اللي هم كانوا شغالين فيها. ماشي؟ اذا حكم متهم بالبراءه من محكمه النقد او اي محكمه اخرى، ده محكمه ايه؟ محكمه الاعاده، محكمه الموضوع. هذه البراءه ترتب عليها نتائج معينه. الراجل خد براءة، يبقى فيه نتائج معينة. ايه هي النتائج اللي احنا هنتكلم فيها بقى؟ في ثلاث نتائج. أول حاجة إلغاء الحكم بالإدانة بجميع أثره. لازم يلغي الحكم اللي هو اتحكم بيه على هذا الشخص، على هذا المتهم. إزاي؟ أولاً يترتب على الحكم البراءة نتيجة التماس عادة النظر. إلغاء الحكم بالإدانة بجميع أثره، جنائية، مدنية، تأديبية، كله ده بتلغي. وإذا كان دفع فلوس بتترد له، غرامات بتترد له، متعوضات، تسقط جميع العقوبات التبعية بقوة القانون، بقوة القانون، والتصرفات التي أجراها اللي أجراها المحكوم عليه بسبب إدانة، تعتبر كل دي تصرفات باطلة. إذا توفى بقى المحكوم عليه قبل الفصل في طلب إعادة النظر والحكم براءة، المحكمة تحكم بهنا عدم الاقتضاء بمحو ما يمس ذكراه، بمحو ما يمس ذكراه. طيب هنا نشر الحكم الصادر بالبراءة، لازم الحكم الصادر بالبراءة. وهنا الموضوع دون نشر الحكم في فرنسا
ممتاز جدا، غير في مصر، غير في مصر. يعني انا مثلا لما يحكم حكم البراءه اول بيشوف بقول لك ايه، في فرنسا المشرع الفاسد نشر كل حكم صادر ببراءه بناء على ايه؟ على عدسه مصر، على نفقه الدوله، كله على نفقه الدوله. اول حاجه في المدينه اللي يصدر فيها الحكم الاول وحكم البراءه، الجهه او البلده التي ارتكبت فيها الجريمه، يبقى الاول في المدينه يصدر فيها البراءه. الجهه او البلد اللي ارتكبت فيها الجريمه لازم يحكم براءه. بس في خمس جرائم، في خمس جرائم، في موطن طلب عاده النظر، اخر موطن للمحكوم عليه كان قاعد فيه مثلا، نشر الحكم في الجريده الرسميه، في الجريده الرسميه، وخمس جرائم تانية ده اذا طلب ايه؟ اصحاب الشأن ذلك. بعدين كم نقطه؟ اربع خمس مرات. لكن احنا هنا في مصر المشرع نص البراءة في الجريدة الرسمية، في الجريدة الرسمية على نفقة الحكومة، ماشي ده في مصر ده الرسمية، وإيه بناء طلب النيابة العامة. وفي جريدتين أخرين تعينهم مين بقى؟ صاحب الشأن، الراجل ده كان مسجون مثلا، نشر إيه وطلع براءة، هنشر إن هو طلع براءة في جريدة رسمية وعلى طريق إيه؟ طريق النيابة العامة. وجريدتين اخرين دول، الجريدتين دول ايه؟ صاحب الشأن اللي قلنا عليهم، صاحب الشأن. طيب التعويض المادي لمن كان ضحيته حكم الخاطئ، تعويض مادي اللي كان ايه؟ لمن كان ضحيته حكم الخاطئ. المشرع الفرنسي قال لك ايه؟ بيكتفي بنشر ايه؟ بنشر الحكم، لكنه نص على حق الافراد الذين حكم ببراءتهم بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم نتيجه الحكم بالاداء، حكم الخاطئ. يبقى هنا مشرع فرنسي نشر ايه؟ الحكم. لم يكتفي بنشر الحكم، ما انتفاش. نشر الحكم في الجريده الرسميه، في المنطقه اللي كان عايش فيها، في كل حته نشر الحكم بتاع البراءه. ده رقم واحد. رقم اثنين قال لك لا، ياخد تعويض على الاضرار التي اصابته بالادانه. التي اصابته هنا لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد تعويض عنها. نتيجه الحكم اللي عليه. طيب الحكم صادر بالبراءه نتيجه لاعاده النظر في الدعوه، يمكن ان يقرر منح التعويض وعلى صاحب الشأن، خلي بالك دي، على صاحب الشأن ان هو يطلب التعويض، ان هو اللي يطالب بالتعويض، ان هو هيطالب بالتعويض بتاعه. لكن ممكن انت ما تطلبش تعويض، خلاص انت مش عاوز تعويض، ما حدش يقدر يتكلم معاك. لكن على صاحب الشأن ان يطالب بالتعويض، ويكون التعويض ايه؟ للمتهم الذي حكم ببراءته. وفي حاله الوفاه اتوفى بقى، حكمت وتوفى خلاص. ايه اللي بيحصل هنا؟ الزوجه او الاقارب او الفروع كل ده يطلب ايه؟ بالتعويض. لان هنا لكن هو لو عايش بيطلب التعويض ايه؟ له تعويض مادي، له تعويض هنا لضرر مادي. وفي الحكم ده كله بتتحمل الدوله التعويض المترتب على حكم البراءه. لإعادة النظر. إلغاء الحكم الصادر بيترتب في الحق بالتعويض بشرط. مجرد إلغاء الحكم الصادر، إلغى الحكم الصادر وخد براءة، يبقى له حق في التعويض، وبشرط ناخد حقه في التعويض. ده في فرنسا. عندنا في مصر هنا طبعًا مفيش تعويض. مفيش تعويض. نتكلم نقطة نقطة. المشرع المصري طلب إعادة النظر في الأحكام الإيه؟ النهائية الصادرة للعقوبة في جنايه او جنح. ده المشرع المصري طلب كده. والنص بيقرر ايه؟ تعويض. النص بيقرر المتهم في طلب تعويض، بس لم يقرر، النص لم يقرر حق المتهم في طلب التعويض. يعني كده ما فيش حق المتهم في طلب التعويض. اوكي؟ طب هنا مش في ماده رقم 54 تقريبا في الدستور 214 اللي هو المعدل، بتعمل ايه الماده دي؟ مش دي بتطالب بالتعويض؟ الماده دي بتطالب بالتعويض. لغايه النهارده لم تطبق هذه الماده. لم تطبق هذه الماده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ عمرو. شكرا دكتور محمد. كده يبقى خلصنا اللقاء السادس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.